الملازم قيس شريتي كتب عام مساعد للنقابة الأساسية للشرطة بقبسة ونطق الإعلامي بها في إطار تصدي للجريمة وعلى أثر عدد الوقائع تمثل في السرقة بالنطق في ولاية قبسة استهدفت الأولى امرأة ترتدي قلادة ذهبية بقدر ثمنها ب 4000 دينار والثانية استهدفت امرأة تم نطق عقيبتها اليدوية بها مبلغ مالي يقدر ب 150 دينار ووثائق خاصة تم حصر شبهة في نفر مصنف خطير جدا ومحل تفتيش عدد القضايا قاتل بلالة مرجع نظر الحرس الوطني بتنشيط شبكة المخبرين وبعد استشارة النية بالعمومية تم نصب كمين وإلقاء القبض على هذا النفر مع مجموعة أخرى في جهة عين سلطان في بلالة جلسة خمرية وبحضرتهم أسلحة بيضاء وسيوف والسكاكين وغاز مشل الحركة ومبالغ مالية وقطاع عقاب سجائر محشوة بمادة مخدرة وبعرضهم على النظم الآلي تبين أن عدد الزنفار منهم محل تفتيش الأول محل تفتيش في 12 مشهور من أجل قتل العمد وبقايا والبقية من جرائم مختلفة والشخص الثاني محكوم عليه ب 15 سنة سجن وفار من السجن كذلك في إطار نجاح هذه القضايا تم ضبط مسروق قيمته 15000 دينار والقى القبض على السارق وكذلك في قضية أخرى تم إيقاف شخص من أجل انتمائه إلى تنظيم إرهابي وبعد استشارة النيابة العمومية تم إحالته إلى القطب القضائي بتونس العاصمة.